جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في الميركاتو الصيفي المقبل. وأشار موقع كاتشو ميركاتو ويب الإيطالي إلى أن بن ناصر بات هدفا رئيسيا لليونايتد رغم ارتباطه بنادي ميلان الذي يسعى إلى تمديد عقده لسنوات إضافية. وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد مستعد لإقحام مدافعه السويدي فيكتور لينديلوف في صفقة تبادلية لإقناع إدارة ميلان بالتخلي عن بن ناصر. وترى إدارة الشياطين الحمر بأن بن ناصر سيكون البديل المثالي للفرنسي بول بوغبا في حال تأكد رحيله. في المقابل أكدت ذات المصادر أن إدارة الروسينيري غير مستعدة للتفريط في خدمات متوسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر. ولم يحسم بن ناصر بعد مسألة تجديد عقده مع ميلان الذي ينتهي في عام 2024. وتنوي إدارة ميلان الاحتفاظ ببن ناصر أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم وتمديد عقده لعامين إضافيين لتحصينه من أطماع الأندية الكثيرة الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.